حياكم الله، اسمي طلال السندي، انا استشاري طب وجراحة الانف والاذن والحنجرة، واليوم بتكلم لكم عن انواع الماسكات، طريقة استخدامها، وخصوصا مع القرار الجديد اللي لازم الماسكات تستخدم في الاماكن العامة. طبعا ابسط ماسك والاكثر تداولا هو الماسك الجراحي العادي اللي هو هذه الماسك. هذه الماسك يوضع بهالشكل على الوجه، يحكم حول الاذن بهالطريقة وبهالطريقة، ولازم تضغطون على منطقة الانف عشان يمنع التسريب. مهم انه ما يكون في تسريب، وتسحبه تحت الى اسفل الفم او تحت منطقة الفم او تحت منطقة الشفايف. الفكرة من هذه الماسك انه يمنع الرذاذ اللي فيك من الانتشار الى البيئة الخارجية. فلو كنت مثلا مريض او مزكم، هذه النوع من الماسكات يحافظ او يقلل فرصة انتشار الزكام او انتشار الفيروسات الى اللي حواليك، فلذلك يوفر نوع من الحماية للموجودين حواليك. طبعا هذه الماسك خفيف وسهل الاستخدام وسهل الخلع، ولما تشيل الماسك ضروري انك انت تحاسب لما تشيله، بمعنى عندما حطيته بهالطريقة، فلما تشيله تشيله من صوب واحد وتفره بهالطريقة وتزيله كذا، بحيث ان الطرف الخارجي ما يلامس الوجه مرة ثانية. لما يبتل الماسك بعد فترة من النفس او من الرذاذ اللي في النفس، تخليه لي ما يجف، وممكن تعيد استخدامه مرة ثانية. ولما إذا بتحافظ عليه أو بتعيد استخدامه، الأفضل وضعه في كيس بشكل مباشر، بحيث الجراثيم والبكتيريا اللي عليه ما تلامسها يدك أو ما تنتشر إلى الأسطح. إذا انتشرت إلى الأسطح فما في فائدة، ما سويت شيء. فهذه هو الماسك الأكثر تداولا العادي والبسيط اللي ممكن استخدامه في هذه الفترة. طبعا في ماسكات أنواع ثانية اللي هي الماسكات الأقوى أو الأكثر الطبية، أو اللي هي مثل هالنوع اللي هو يسمونه الـ N95، وفي مثل هالنوع أيضا أنواع ثانية من أنواع الـ N95 FFP، وفي مثل هالنوع. هذه أنواع طبية أو أنواع أقوى نوعا ما، توضع بهالطريقة إذا بتلبسها، فيها رابطين من وراء، فتحطها على منطقة الوجه وتسحبها فوق الراس بهالطريقة، إذن واحد يكون فوق الإذن والثاني تحت، وبعدين تضغط على منطقة الأنف عشان يحكم، وبعدين تختبر هذه الماسك، بمعنى تأخذ نفس عميق، تتأكد أنه ما في هواء يدخل من الجوانب، وتطلع الهواء وتتأكد أنه ما في هواء قاعد يطلع من حوالين الماسك، فبذلك يكون محكم على منطقة الوجه. أكثركم ما يحتاج هالنوع من الماسكات، هذه الماسكات أكثر طبية، وراح أراويكم النوع الأخير. هذه النوع هو النوع الأكثر استخداماً. طبعاً في recommendations أو يعني عن كثر تقدر يستخدم هذه الماسك. في ناس ممكن تقول ممكن تستخدمها 8 ساعات بشكل متواصل، في ناس تقول ممكن تستخدمها 4 ساعات، لكن مثل ما تعرفون ان هذه الماسك شوي ضيق وغير مريح اذا لبسته فتره اكثر من 4 ساعات بشكل متواصل، فاحيانا لازم تشيله عشان تاخذ هالمنطقه شويه راحه، فيوضع بهالطريقه باحكام حول منطقه الوجه. انزين، واحد يكون تحت الاذن والثاني يكون فوق الاذن على منطقه الراس، ويحكم بهالطريقه، وبعدين تختبره عشان تتاكد انه ما في اي تسريب للهواء، فتتنفس وتطلع الهواء، فتشوف ان الهواء محكم داخل هذه الماسك. وهذه الماسكات اكثريتها تستخدم استخدام في الرعايه الصحيه واستخدام طبي، وما تحتاجونها باكثر الاوقات. طبعا مهم مع استخدام الماسك هو تعقيم اليد، ما في فايده انك انت تلبس ماسكات وما تعقم يدك بشكل مستمر، فضروري جدا تعقيم اليد مع استخدام الماسكات، واتمنى لكم الصحه والعافيه وسلامتكم ان شاء الله.